الزول، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج سلسله ارشيف توالت. زي ما تكلمنا من قبل، تكلمنا عليه ارشيف توالت في الجرائد، المجلات، الافلام، الافلام القديمه هذيك، ارشيف توالت في الريكوردز، ارشيف توالت في المخطوطات، في الحجج، في الاخره. يعني عندنا اشياء كثيره ارشفنا لها لشمال افريقيا عموما وجبل نفوسها خصوصا. هني نبي نتكلم عليه ارشيف توالت في الصور اللي هي ثلاثيه الابعاد. الحلقه الثانيه، الحلقه الاولى، وانا تكلمت عليه ستيريوسكوب واحجامه، انواع، تاريخه الى اخره. في الحلقة هذه بنتكلم على حاجة نفس الأسرة متاع صور ثلاثية الأبعاد، في منها أنواع وأشكال وأجهزة كثيرة جدا. شفنا المرة فاتت اللي هو يسمو فيه ستيريوسكوب فيور، واللي يسمو فيه في فرنسا أظني لمكسيكان. هني في فرنسا عندهم جهاز آخر يسمى لوغيشار. الجهاز هذا غالي نوعا ما، إلا إذا كان محظوظ زي حقيقة شريتهم بأثمان رخيصة جدا، فهذا شريتها مثلا ب 25 يورو، وهذا حتى هو رخيص هلبا. فيها أنواع، النوع هذا هو الأقدم فيها ويرجع إلى القرن الثامن عشر حتى هو نهايته وبداية القرن العشرين، التاسع عشر عفوا نهايته وبداية القرن العشرين. هو عبارة عن نفس الشيء، زوز عدسات، وفيه نيزم تشوفوا شاشة. السبب في هذا كله أنهم هم يستخدموا في الأرشيف عفوا يستخدموا في زجاج. الزجاج هذا يسمى بوزيتيف، وعليه الصورة من الجهتين، ينحط هنا في الجنب متاع اللوغيشار وتشوف به الصورة في داخله بكل بساطة، صورة ثلاثية الأبعاد. البوزيتيفز هادو عندي منهم مجموعة لبس بها في أرشيف توالت عن منطقة القبائل بالذات والفرنسا، أو عفوا فرنسا اهتمت بالجزائر بهلبة في هذا النوع من الصور، وكذلك الناس اللي كانوا عايشين في الجزائر من المستعمرين الفرنسيين أو اللي عايشين في الجزائر. هذا من النوع اللي هو بالزجاج. فيه نوع تاني عفوا، هذا من المغرب مثلا، هذا صندوق. هذا غير حبيت نوريكم نماذج واللي عندنا عدد أكبر من هذا. هذه صندوق فيه تقريبا 12 بوزيتيف عن منطقة الرباط في المغرب، ويسمى 12، تكتبوا عليها، مكتوب عليها 12 فيلم بوزيتيف، اللي هم الحقيقة هادو مختلفات، هادو بلاستيك مش زي هادوك اللي هو المرش، وهادو في مرحلة طبعا لاحقة لهم، ولكن هادو تلقوهم في فرنسا، واصحابنا اللي في فرنسا لو تلقوا اي شيء من هذا راو مؤسسة توالت تبحث عنهم. هذا النوع من البوزيتيف، في منهم انواع واشكال، طبعا هني مش نتكلم عليهم كلهم لان عندنا انواع واشكال من هذا. اذا في نوعين، النوع هذا زي ما قلنا القديم، النوع هذا كذلك اجدد نوع ما واغلى منه. اخذته انا بحقيقه المحظوظ، ينباع حتى ب 400 دولار واكثر. انا لقيت محظوظ شريته ب 25 يورو. هذا تحط فيه النيجاتيف هنا، وبهنا فيه تعديل في الحجم والبعد والقرب، والحجم تاع هذا اصغر من الحجم تاع هذا. طيب هذا اعطانا حاجه انتم اكثركم يعرفها، اللي هي هذا الجهاز، هذا تعرفوه طبعا، والقرص هذا ربما اكثركم لحق عليه غير جيل الثمانينات. هذا يجي لما يجوا من الحج يجيبونا فيه، تحطه وتقعد تشوف فيه الصور القديمه. فيه هذا النوع من الصور اكثركم ربما ما يعرفوش، لكن موجود، وطبعا فيه اللي راهو ناس هوات وباحثين عليه وناس تهتم به وكذا. بعضهم جديد، يعني زي ما تشوفوا فيه هني جديد كانه امبارح اندار، وهذا راهو من الخمسينات. فيه لدول شمال افريقيا فيه مجموعه كبيره، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، مصر. للاسف ليبيا ما لقيتش واحده كامله مكتوبه هكذا زي تونس ليبيا، لكن توجد صور لليبيا في هذه الارشيفات في سلسله تسمى وورلد تور، اللي هي السلسله هذه. طيب الجهاز هذا يرجع الى 39 اظن، او حاجه زي هيك، 1939. في طبعا اجدد منه، ولكن مش جديد حتى، هو قديم وبكوها وقعد انتاكت، وقيمتهم حقيقه في الباكوات نتاعهم انهم يكونوا كانهم جدد. فيه نوع ثاني كان نلقاه قدامي، اللي هو النوع هذا حتى هو قاعد في باكوه جديد، تشوفوا فيه في ارشيف توالت. هذا سنه 1950، وهذا مربع تربيع، وحتى القرص نتاعه مش قرص، فيه 10 صور ينحطوا بالطريقة هذه، عفوا ينحطوا بالطريقة هذه وتنزلهم بالطريقة هذه، صورة بعد صورة، تسمعوا الطقة متاعه. هذا حتى هو فيه منه عن شمال افريقيا مجموعة لباس بها، وهذا موجود في فرنسا أكثر منه في أمريكا الشمالية، ولكن النوع اللي هو كاتر ومستعمل أكثر حاجة في العالم هو هذا النوع من شركة اسمها راف أظني، أو رافت أو حاجة زي هيك. طيب
هنا تكلمنا لهذا كله والأنواع هذه من الأرشفة للصور الثلاثية الأبعاد. كيف كانوا يصوروا فيه؟ عندي جهاز من القرن التاسع عشر 1800 شوية يصور، هي عبارة عن شنية، هي عبارة عن كاميرا بعدستين راهو، هذه هي كلها الحكاية، زي ما المسافة بين العينين تقريبا يديروا فيها انشين ونص وحاجة زي هيك، ويحطوا فيهم وتصور على الفيلم من الجهتين فتطلع صورة اثنين، كل واحدة تاخذ الصورة بزاوية مختلفة شوية، هذا كيف ما نشوفه بعيوننا يعني، ولهذا لما تعاود تحطها في الجهاز وتشوفها تبان لك ثلاثية الأبعاد. خليني أوريكم يعني بعض الكاميرات هذه، للأسف الكاميرا القديمة قاعدة في ليبيا فما يقدرش نوريها لكم توا، لكن الكاميرا هذه حتى هي قديمة شوية في الستينات، الكاميرا هذه تدير في نفس الشيء، فيها تستخدم في النوع هذا من الكوداك الأفلام، فيلم هذا جديد يبان كان شريته امبارح، وطبعا هذا الجيل الثمانينات حتى هو مش حيعرفوا شنو هذا النوع من الأفلام، تنحط الفيلم هنا وتتصور، وبعد ما تتصور ينقص النيجاتيف متاعها اللي هو حقيقة بوزيتيف ملون، وينحط في يحطوا فيهم في بوزيتيف زي هذا، وهذا بالذات في أوروبا الشرقية وفي روسيا يستخدموا في هذا النوع من التصوير، الصورة كبيرة هلبة بعكس هذا الصورة متاع وانا صغيرة والعدسة هي اللي تكبر فيه، فهذا تحط الصورة متاعك متاع اليمين على اليمين واليسار على اليسار وتدخله في الجهاز هذا وتقعد تشوف فيه صور ثلاثية الأبعاد، حتى هذا النوع من الصور راهو نديروا فيه في الأرشيف متاع توالت ونبحتوا عليه. بعدين طبعا في انواع هلبة من طرق التصوير، خلينا نتكلم على نوع جديد، احسن طبعا كاميرا موجوده الان في السوق على الصور ثلاثية الابعاد اللي هي ديجيتال، هذه حتى هي ديجيتال الكاميرا هذه راهو زي ما تصور بالتليفون بتاعك وغيره، في عدستين واحده على اليمين واحده على اليسار، والمسافه المحترمه بين هذه الاثنين في قوانين طبعا فيه شويه حساب، تصور بها وتشوفها مباشره في الشاشه من التالي او تشوفها في جهاز من الاجهزه بعد ما تصور به. انا هدفي مش طبعا الدعايه لهذا الجهاز اللي هو من فوجي فيلم، لكن هدفي هو الحديث عن الطرق متاع التصوير. طبعا اللي ما عنداش باش يشري هذه الكاميرا راهو غاليه شويه، هذه توصل حتى 500 دولار، لكن اللي عنده تليفون واكثركم اللي بيني يعرفكم عندكم تليفونات الذكيه هذه زي انواع الايفون تقدروا تشتروا جهاز زي هذا يسموه فيه باب 3، هذا ينباع بحوالي 40 دولار، تدخل فيه التليفون ها وتفتحه هيك وتصور به تطلع لك صوره ثلاثيه الابعاد زي ما تصور باي من هذه الاجهزه القديمه والحديثه، وتطلع لك بالقدرات اللي عند الكاميرات هذه كلها. اللي طبعا عنده فلوس ومازال بيتطور اكثر في حاجه مهمه جديده ورائعه جدا 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 جدا، لو عندك نوت 4 سامسونج تقدر تشتري هذا اللي هو يسمى فيه سامسونج في ار، هذا ما بين شركة أوكلوس الشركة المشهورة في فيرتشوال رياليتي، والجهاز هذا ينحط التليفون هنا مش يلا غنلبس على خاطركم بس، وتعيش في عالم آخر كأنك عايش في يعني عندي صورة من الكاريبيين وعندي صورة وحاجات زي وفيديوهات، والله تعيشوا فيه كأنك غادي، حتى أنك أنت تقعد تتلمس في الأشياء كأنك عايش فيها وحاضر فيها. طبعا اللي ما عندهش هذا كله ما عندهش قدره يسوي هذه كلها، في طريقه اللي يسموه فيها جوجل كاردبورد، تقدروا تنزلوه الخريطه نتاعك كيف ينصنع، وهذا صنعته في الحوش، وتصنعوه بروحكم من كاردبورد، والكاردبورد ملوح صديق عندنا في كل تركينه وعدستين. هذه جوجل كاردبورد تلقوا اللينك لوطة عندي في اليوتيوب، سهله صنعها وتقدروا ما تقدروش تصوروا بها، لكن تقدروا تشوفوا بها الصور اللي هي ثلاثيه الابعاد، وعالم جميل جدا جدا جدا. وطبعا زي ما قلنا فيه انواع واشكال هلبه 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 من هذا النوع من التصوير. احنا طبعا تكلمنا وتوسعنا للنوع الحديث، لكن اللي بنقوله ان هدفنا في مؤسسه توالت هو ارشفه هذا النوع من الصور، وعلاش لا نطلع منها كتاب، وهذا هدفي ربما خلال سنه من الان نجمع اكبر قدر من الصور ثلاثيه الابعاد وطريقه تحضيرها عن شمال افريقيا عن تمزغة عموما، ووضعها في كتيب بحيث اول شيء يكون فيه نوع من اجدد ناس جدد يعرفوا هذا النوع هذا من الفن، وكذلك نخلو حاجه للارشيف للاجيال القادمه. بديت انا في الكتاب بتاعي وسطع فيه بروحي في الحوش من كرتون اهو شنسمه، تنحط الصوره هنا وهنا زوز عدسات وتقعد تغير في الصوره الصفحات صفحه بصفحه وتشوف الصوره تشوفها ثلاثيه الابعاد. ما زلت نشتغل عليه الموضوع هذا، ولكن ما زلت نحتاج الى مساعدة عددكم بالأخص اللي عايشين في أوروبا، عايشين في أمريكا الشمالية، عايشين حتى في أستراليا والدول هذه المتقدمة البوزيتيفز هادو، والجيت في كل الدول، شريت من بلغاريا، شريت من البرتغال، من أسبانيا، من فرنسا، من أمريكا، من كندا،
دول كثيرة في العالم يوجد فيها هذه البوزيتيفز عن شمال أفريقيا، لكن غير تلاحظ وتدقق وتشري من إيطاليا طبعا، ذكرت كذلك إيطاليا ومالطا. إذا إلى حلقة أخرى إن شاء الله عن أرشيف توالت. المرة الجاية ربما نتكلم عن الصور العادية، مع أن في هلبة الناس يهتموا بها، لكن الصور العادية عن جبل نفوسة قليل من يهتم بها، وحنتكلم عليها ونوريكم بعض النماذج لهذا، وعن كاميرا سليمان الباروني وهي مفاجأة اللي هي من ملك مؤسسة توالت الثقافية الآن، ونتكلم كذلك عن باقي أرشيف توالت. تنميرتون، وإلى حلقة أخرى إن شاء الله. تنميرت.